وإلى موضوع آخر، حيث تتجه بعض النساء في سن اليأس إلى تناول أدوية تحتوي على هرمونات أنثوية لتعويض النقص الحاصل عندها. ولكن هل للعلاج بالهرمونات تأثيرات سلبية على الصحة؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير للزميل أحمد الحلو. قطاع التمث في له يعني وقت زمني رينج نسميه، يعني هو ممكن يبتدي مش من الأربعين لو انقطع على السيدة التمث أو الدورة يعتبر بريماتشور، يعتبر بغير وقته، هذا لمخاطر أكثر طبعا، بس هو عادة في له ما بين عمر 47 إلى 51. حتى عام 2002 كان اللجوء إلى العلاج بتعويض الهرمونات للتغلب على أعراض مرحلة انقطاع الطمث بمثابة رحمة من السماء في أعين النساء في مرحلة معينة من عمرهن، لكن إيجابية هذا الموضوع تحولت سلبية بعدما أثبتت أكثر من تجربة علمية خطورة هذا النوع من العلاج. من زمان كنا كل النساء مجرد ما تقطعهم الدورة نبتديهم على علاج الهرمونات. من بعد دراسة مهمة صارت ب 2002 اسمها الومنز هيلث انيشيتيف، بدينا ناخذ حذرنا جدا بشغلة الهرمونات، لأن الدراسة هذه نفسها أثبتت أن مضار الهرمونات يعني أكثر من منافعها بالنسبة للسيدة. هل هنالك من إيجابيات لتعاطي هذا النوع من الهرمونات؟ أهم سبب يعني أو فائدة للهرمونات هي الوقاية من هشاشة العظام. في دراسة كمان بينت أنها كمان تحمي بنسبة بسيطة من سرطان القولون. فالشيء الثالث زي ما قلنا نوعية الحياة عند السيدة، يعني سواء الحياة الزوجية هي يعني نفسيتها كإحساسها بأن لساتها يعني ما في تغيرات كثير يعني بجسمها تخليها تحس يعني بثقتها أكثر وبتكون نفسيتها مرتاحة أكثر، فهنا تجي فائدة الهرمونات. صرنا نختار يعني بحذر شديد مين السيدة اللي راح تكون على الهرمونات، والجرعة صارت نعطيها نص الجرعة اللي كنا نعطيها بالسابق، والفترة أقل يعني من 2 إلى 5 سنين هذا الماكسيمم أن نخلي السيدة على هرمونات. ليس قدرا على كل امرأة أن تعاني من فترة انقطاع الطمث، بل هنالك الكثير من النساء يمررن في هذه المرحلة بسلام باتباع أسلوب عيش صحي ومتوازن. دائما نرجع ونقول الوقاية خير من العلاج، فأنا لو أوريدي عندي السيدة بتعمل رياضة، تاخذ نسبة الكالسيوم حقها من الأكل بشكل صح، ما في زيادة في الوزن، ما في تدخين، يعني للناس اللي بتاخذ كحول كثير أو كافيين كمان يكونوا معتدلين بهالشيء، هذا كثير بيساعدهم أنه يأخرون مشاكل العظام، مشاكل القلب والشرايين وهالأشياء، فبيخلي أسهل علينا لو نبغى نستعمل هرمونات.